اهلا بيكم، انا حسام سمير بتاع ديزاين. ان شاء الله النهارده هنستكمل مع بعض سلسله الكورس الخاصه بتعلم الفوتوشوب. ده الدرس رقم 7 معانا في الدوره التعليميه ديات، واللي من خلاله هنتعرف مع بعض على الطبقات، هنتعرف مع بعض على الاوباسيتي، الساتل لاير. بالتالي الحلقه دي مهم جدا ان انت تشاهدها، مهم جدا ان انت تتعلم كل ما فيها، لان حياتك كمصمم جرافيك هتكون قايمه على الجزء ده بشكل كبير اثناء حياتك المهنية. فبالتالي ده الجزء اللي هنتعلمه النهاردة من خلال الكورس بتاعنا، فيلا بينا. ننتقل للجزء العملي بتاع الجزء النهاردة، واللي من خلاله هنتعرف مع بعض زي ما اتفقنا في بداية الفيديو ده على الطبقات او قائمة اللايرز، وهنتعرف على التأثيرات بتاعتها واللاير ستل كل حاجة تخصها. لكن بشكل سريع، انا كنت شرحت واجهة البرنامج في الحلقات السابقة بشكل مخصص، وشرحت اداة الريكتنجل تول واداة المحاذاة بشكل تفصيلي. فبالتالي مهم جدا ان انت تكون اتفرجت على الحلقات دي، سيبها لك تحت في وصف الفيديو تقدر تتابعها. خلونا نخش بشكل عملي في الجزء بتاع النهاردة. زي ما قلت لك، احنا هنشرح النهاردة الطبقات او اللايرز. عندك في قائمة البانل دي حاجة اسمها layers، زي ما انت واقف عليها، اللي انا واقف عليها دي اسمها layers. مجرد ما تكون واقف عليها بتلاحظ ان انت بيكون عندك اول حاجة اللي هي صفحة العمل او الباك جراوند الاساسية بتاع صفحة العمل. بنقدر ان احنا ليكن هبتدي ان انا افتح عنصر من العناصر اللي انا هفتحها النهاردة او هستخدمها. طبعا كل العناصر دي هتلاقيها تحت في وصف الفيديو عشان لو حبيت تطبق معايا الدرس بشكل عملي. ليكن انا هنا فتحت اول عنصر معايا شديته، فظهر عندي بالمنظر ده وهو وجه ذا ماسك. بالتالي اصبح عندك هنا في قائمة اللاير دي ليارين بدل ما كان لاير واحد اللي هو بتاع الخلفية. يعني الاول كان في لاير الخلفية ده بس، ولكن لما شديت عنصر من بره ونزلته على مساحة العمل عندي اصبح عندك هنا ليارين او طبقتين. بالتالي كلما هتشد عنصر هنا في صفحة العمل بتاعتك بالتأكيد هتلاقي له طبقة في قائمة اللايرز ديت. دي اول حاجة عايزك تعرفها. طيب الحاجة التانية اللي انا عايزك تعرفها ان انت عندك هنا عين. العين دي لو انت دايس عليها كده يعني خفيها، اصبح العنصر اللي انت شلت من قدامه العين مش مرئي ليك في صفحة العمل بتاعتك. عشان ترجع تظهره مرة تانية لابد ان العين دي تكون مفعلة، او العين دي انت تكون مفعلها بالشكل التالي، بحيث ان العنصر بتاعك اللي انت او الطبقة بتاعتك تكون باينة في شاشة العمل بتاعتك. طيب ده اول حاجة كنت حابك تعرفها في اللايرز بتاعتنا. خليني اروح ابتدي ان انا اجيب عنصر تاني من العناصر اللي عندنا. ليكن انا هجيب العنصر ده وادوس انتر عشان ينزل عندنا. اصبح عندك زي ما اتفقنا ان اي عنصر انت بتنزله في صفحة العمل او في نافذة العمل بتاعتك بتبتدي ان هي تظهر هنا. فبالتالي اصبح طبقة 2 3. ليه؟ لان اصبح عندي الوجه طبقة، العنصر التاني بتاع الطاقية في طبقة او الكاب في طبقة، والخلفية الاساسية في طبقة. فبالتالي اصبح عندك 3 طبقات زي ما اتفقنا. عندك حاجة هنا اسمها الاوبازيتي. الاوبازيتي بالمعنى العربي يعني الشفافية او قيمة الوضوح بتاع العنصر. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت عندك عنصرين، ليكن انا عندي هنا الطاقية وعندي الوجه. لو انا سايبهم بالمنظر التالي زي ما انت شايف، الطاقية حاجبة الجزء اللي وراها في المنطقة دي، يعني الجزء اللي هنا ده كله انت مش شايف منه اي حاجة. ولكن لو جيت عند الاوبازيتي او الشفافية دي وبدأت ان انت تقلل فيها، لاحظ ايه اللي بيحصل. انت كأنك بتقول للبرنامج انا عايز اظهر 58% من اللون بتاع الطبقة دي، بحيث ان القيمة الباقية تبقى مخفية. فبالتالي اصبح عندك الجزء او الدرجات قلت بدرجة معينة البرنامج انت حددتها له هنا هي 58، بحيث ان الجزء اللي ورا الشخص او ورا الوجه ظهر.
طيب انا ممكن اقلل الاوبازيتي ده اكتر، ممكن اقلله اكتر، ممكن اخليه صفر خالص كأن الطاقية دي مش موجودة. طيب انا بستفيد في الاوبازيتي ده كاستخدام عملي في ايه؟ هقول لك دلوقتي. لو انت عندك وليكن انا عندي خلفية زي دي بعملها او بأسسها لعمل سوشيال ميديا، وحبيت ان انا اجي اعمل لير او طبقة جديدة عشان ارسم عليها او اعمل عليها اضاءة، عشان تعمل طبقة جديدة عندك هنا علامة الورقة دي اللي فيها البلس تقدر تدوس عليها بيعمل لك طبقة جديدة تماما. وليكن انا عندي اداة البروش، طبعا الحاجات دي انا هشرحها لك قدام، ولكن انا عايز اوريك استخدام عملي للاوبوزيتي. وليكن انا عايز اعمل اضاءة باللون الاحمر، وجيت دوست كليكاية كده. الاضاءة بالشكل ده ما هياش احترافية، الإضاءة عشان تبقى احترافية لازمك إضاءة اسمها إضاءة سوفت أو إضاءة ناعمة. الحاجة دي عشان توصل لها بنبتدي إن إحنا كمصممين إن إحنا أثناء العمل إن إحنا نقلل في الأوبازيتي بتاع شفافية الإضاءة اللي عندنا دي، فبالتالي أصبح إن إحنا بناخد تأثير درجة اللون اللي إحنا عملنا بيها الإضاءة ولكن بدرجة أقل، كسرنا حدة القوة بتاعة اللون، فبالتالي دمج لي اللون في الخلفية وهكذا. فالأوبازيتي ليه استخدامات، دي استخدام منهم تمام. فبالتالي انت تقدر تقلل أوبازيتي بتاع اي عنصر عندك من قيمة 0 لـ100، وده طبعا امر مش ثابت، ده على حسب ما انت بتصمم التصميم اللي انت بتصممه طالب منك ايه. فبالتالي يبقى الأوبازيتي معناته الشفافية، انا عايز اشف العنصر ده قد ايه بحيث ان انا اشوف الخامة او العنصر اللي من خلفه، دي حاجة. طيب ايه استخدامات قائمة اللايرز دي او قائمة الطبقات تاني؟ تقدر تساعدني في ايه تاني؟ قائمة الطبقات بكل بساطة تقدر من خلالها لو انت عندك عنصرين زي دول، وليكن خليني اجيب الماتيريال دي وافتحهم على البرنامج بالمنظر التالي. لو انت عندك عنصرين زي دول وانت حابب تخلي الطاقية هي اللي من فوق الوجه مش الوجه هو اللي من فوق الطاقية، ففي الحالة دي تقدر عن طريق قائمة اللايرز او قائمة الطبقات ان انت تقول للبرنامج انا عايز اسحب الطبقة دي، بتدوس عليها كليك بالماوس وتسحبها تحت الطبقة التانية بتاعت الطاقية اللي هي في الحالة دي رقم 2 لحد ما تلاحظ اللون الازرق ده، فتسيب اصبح بالفعل الطاقية هي اللي فوق الوجه. فبالتالي انت تقدر تتحكم في مين او اني طبقة اللي تظهر فوق الطبقة التانية، بالتالي دي استخدام لاستخدامات قائمة اللايرز. طيب ممكن نستخدم قائمة اللايرز دي في ايه تاني؟ وبكده احنا شرحنا الجزء اللي هو بتاع خاص بقائمة اللايرز، عرفتك ازاي تخفي عنصر وتظهره، ازاي تقلل الاوباسيتي او الشفافية بتاعته، وده بيفيدنا في ايه. كمان اتعرفنا ازاي ان احنا بنخلي طبقة تظهر في الاول او طبقة تظهر في التاني. طيب ممكن نتعرف من خلال القائمة دي على ايه تاني؟ القائمة دي من خلالها نقدر نسحب ماتيريال زي الماتيريال ده كده، ايقونة من ضمن الايقونات اللي هي بتستخدم في ديزاين من ديزاينات الكروت الشخصية او كروت مكتب العمل. لو انا عندي تصميم ايقونة زي دي، الايقونة دي انا حابب ان انا اغير لونها او حابب ان انا اعمل عليها تأثير، في الحالة دي اصبح لقائمة اللايرز استخدام اخر، وهو ان انت لو عندك طبقة زي دي تقدر تدوس كليك بالماوس فهيطلع لك مجموعة الخيارات دي. انا يهمني فيها بيلدينج اوبشن، يعني انا بقول البرنامج طلع لي نافذة خيارات بتاعت اللايرز دي، عايز اوبشن موسع. فبالتالي باجي على الطبقة بتاعتي دي اللي هي الايقونه في الحاله بتاعتنا، دوس كليك واختار بيلدينج اوبشن، فيبتدي يفتح معايا النافذه دي. النافذه دي فيها حاجات كتير جدا اقدر اشرحها لك، ولكن انا هديك بعض الامثله. ليكن انا عندي زي ما قلت لك الايقونه ديت وانا حابب استخدمها في تصميم ما، ولكن اللون الاسود ده لا يناسبني، ما يناسبش التصميم بتاعي، فبالتالي اقدر اجي على تأثير لاير سيتل زي الاوفرلاي او كولر اوفرلاي، ادوس عليه فيصبح عندي علامة صح. طبعا الايقونة هنا
ما اختفتش، ولكن الاوفرلاي او كلر اوفرلاي بتقدر من خلاله ان انت هنا تيجي تدوس كليك وتختار اي لون، ولكن هو عشان كان على اللون الابيض اختفى، فبالتالي اقدر اتحكم في اللون وليكن انا اخليها بلون التالي، واقدر ادوس اوكي، بعد كده ادوس اوكي مرة تانية. فلاحظ ايه اللي حصل المرة دي، طبقة اللاير بتاعتك خدت علامة اسمها FX، وهي اختصار للإفكت، يعني حرف الـ FX ده اختصار للإفكت. بالتالي لو لاحظت تحت طبقة اللاير بتاعتك هتلاقي ان في حاجة اسمها إفكت، ومحدد لك البرنامج انت عملت اني إفكت، اللي هو في الحالة بتاعتنا Color Overlay، ان انا قلت له عايز اغير اللون الحاجة من الاسود عايزه باللون التالي. اقدر كمان اضيف اكتر من تأثير لاير سيتر، ازاي؟ عن طريق ان انا ادوس كليك واقدر ادوس بلندنج اوبشن مرة تانية. طيب القايمة دي ممكن اعمل منها ايه تاني؟ ممكن مثلا ان انت تعمل دروب شادو. يعني ايه دروب شادو؟ يعني ان انا اقول للبرنامج انا عايز اعمل ظل تحت العنصر بتاعي اللي هو الشادو، عايز اعمل له ظل. ممكن كمان اتحكم في الظل ده عن طريق ان انا ابعده، ازوده، اكبر في السايز بتاعه. اقدر عندك حاجة هنا اسمها اوباسيتي زي اللي كانت بره، الاوباسيتي ده هنا في الحالة دي بتقدر من خلاله تتحكم في قوة الشادو، تقدر تغير لون الشادو. بالتالي ده اسمه لاير سيتل. جبناه منين؟ عن طريق كليك بلنج اوبشن، وبنبتدي الخيارات دي تطلع لك. طيب القايمة دي اقدر اعمل منها تاني ايه تاني غير تغيير اللون وغير الدروب شادو؟ اقدر بقى اضيف تأثيرات كتير، وليكن مثلا ممكن اعمل حاجة اسمها جريديان. جريديان اللي هي اخلي الشكل بتاعي ده متعبي كذا لون، عبارة عن تدريجات لونية، ممكن اعكس الجريديان وهكذا. فبالتالي ده اسمه لاير سيتل، او تحكم في انماط الطبقة بتاعتك. فبالتالي تقدر تتحكم في الطبقة اللي عندك او العنصر اللي عندك من قائمة layers، ان انت تيجي كليك تختار building option ويبتدي النافذة دي تطلع معاك، هتلاقي بقى ليها استخدامات كتير. طيب دي استخدامات قائمة الطبقات بس؟ بالتأكيد لا، قائمة الطبقات دي حياتك كمصمم جرافيك بتكون قايمة عليها، سواء انت مصمم جرافيك بروفيشنال او مصمم جرافيك مبتدئ، قائمة layers دي حياتك بتكون قايمة عليها. طيب ممكن نعمل ايه تاني عن طريق قائمة layers دي؟ قائمة اللايرز دي عندك حاجة فيها اسمها مود كولر، اللي هي في الجزء ده، الجزء ده ما بيكونش مفعل معاك طالما انت واقف على طبقة لاير واحدة بالمنظر التالي. فبالتالي عشان تتفعل معاك محتاجين ان احنا نكون فاتحين طبقتين في برنامج الفوتوشوب فأكثر، يعني عنصرين فأكثر. فلاحظ ايه اللي حصل معايا، اتفعلت معايا حاجة اسمها قائمة المود كولر. اي طبقة انت بتنزلها على برنامج الفوتوشوب اوريدي بشكل اوتوماتيك بتكون واخده مود كولر اسمه نورمال، اللي هو الحالة الطبيعية للصورة دي. طيب القايمة دي لو انا جيت دوست عليها كليك، بتلاحظ ان هو ظهر لك بقى مجموعة خيارات كتير. مجموعة الخيارات دي بقى بتساعدني في ايه؟ دي اسمها خيارات المود كولر. القايمة دي بتساعدني في ان انا اقدر اعمل عملية دمج. يعني ايه الكلام دوت؟ انا برضو مش فاهم. وليكن انا عندي ماتيريال زي الماتيريال بتاع البنوتة دي اللي في المدينة، وانا عندي عايز اعمل عليها تأثير وليكن تأثير اضاءة، فابتدي اسحب ماتيريال زي ماتيريال الاضاءة دوت. زي ما انت شايف الماتيريال ده لما انا سحبته فوق العنصر بتاع الصورة الاساسية اللي انا عايز اعمل فيها عملية دمج او عملية دمج بسيطة، ملاحظ ان اللون هنا اولا مش متماشي مع الخلفية، مش مندمج مع الخلفية، اي حد يشوفه يعرف ان في صورتين فوق بعض. ثانيا العملية كده مش احترافية. بالتالي عن طريق المود كولر دي اقدر ان انا ادوس هنا كليك على وانا واقف على اللاير ده بتاع الاضاءة في الحالة دي، وابتدي ان انا اختار من الخيارات المود كولر اللي بيوفرها للبرنامج. ملاحظ وانا ماشي الماوس ايه اللي بيحصل؟ لاحظ العنصر اللي هنا بيبتدي ان هو يتغير معايا، بيبتدي ان هو يظهر بعملية مختلفة. طيب انا بختار هنا بناء على ايه؟ انا هنا بختار بناء على الشكل اللي طالع لي عندك هنا. انا
العنصر كده اندمج معايا، او العملية النتيجة اللي انا وصلت لها تمام، فبختار في الحالة دي الخيار التالي. طب لا، انا العنصر كده مش عاجبني، ممكن اختار سكرين، فابتدي اشوف المنظور بنظرة تانية. ملاحظ كمان ان من بره الصورة الجزء اللي كان ظاهر اختفى لما اخترنا سكرين، ده لان سكرين هنا بتتعامل مع العناصر اللي هي فيها اضاءة. يعني كلما كان عندك عنصر فيه اضاءة وعايز تدمجه، لما بتيجي تختار عنصر سكرين من هنا او مود سكرين، فهتلاحظ ان مود السكرين بيتفاعل مع الاضاءات او بيتفاعل مع العناصر اللي فيها اضاءة، بينما عندك الجزء اللي هو فوق اللي هو الداركن بيتفاعل مع الاجزاء اللي هي بيكون فيها غوامق اكتر او عملية دارك اكتر. طيب ممكن استخدمها في ايه تاني؟ ممكن استخدمها، خليني اخفي العنصر ده واروح اجيب عنصر تاني عشان برضو اوريك العملية بشكل ادق. ليكن انا عندي عنصر زي ده عايز ادمجه مع الخلفية بشكل افضل، فبالتالي اقدر عن طريق النورمال او عن طريق المود كولر ان انا افتح النافذة دي وابتدي ان انا احرك الماوس واشوف اني تأثير هيدمج لي العنصر ده مع الخلفية بتاعتنا، او هنحصل على افضل نتيجة من اني مود كولر فيهم. فبالتالي ليكن انا هختار اوفرلاي، فلاحظ ايه اللي حصل، اصبح بالفعل عندي الاضاءة واخد اضاءة على المباني ودمجت العنصر بتاعي في الصورة. بالتالي ده استخدامات المود كولر، وتقدر ان انت تبتدي ان انت تجرب فيهم بحيث ان انت تتعرف على كل شكل من دول او كل مود كولر من دول والتأثير بتاعه. وبالتأكيد الماتيريال اللي انا استخدمتها النهارده عشان اوريك الشرح بشكل عملي هتلاقيها تحت في وصف الفيديو تقدر تحملها. وبكده خلصنا الجزء ده من الكورس بتاعنا، واللي من خلاله تعرفنا مع بعض على الطبقات وازاي ان احنا بنتحكم فيها وان احنا نخفي عنصر ونظهره فوق عنصر او العكس صحيح. كمان اتعرفنا مع بعض بشكل عملي على الاوبازيتي والشفافية، وازاي ان انت بتستخدمه في انك تقدر تكسر بيه حدة لون معين او تكسر بيه اضاءة معينة. وتعرفنا مع بعض بشكل عملي على امثلة عملية على استخدامات اللاير سيتل واستخداماته. بالتالي الجزء ده كان مهم جدا ان انت تكون ملم بيه من الكورس بتاعنا، لان حياتك العملية وحياتك المهنية كونك مصمم جرافيك هتكون قايمة عليه بشكل كبير. فبالتالي عايزك تكون طالع النهارده وانت مستفيد باكبر استفاده. كمان اتعرفنا على المود لاير وازاي ان احنا بنستخدمه في عمليات الدمج. بالتاكيد 90% من تصميمات الدمج سواء اغلفه او سوشيال ميديا هتكون حياتك قايمه عليها، فبالتالي مهم جدا ان انت فعلا تكون طالع من الحلقه دي مستفيد اكبر استفاده. اخيرا لو انت طالع النهارده مستفيد من الحلقه دي اتمنى ان انت تدعمني تحت بلايك، عايزين نوصل الفيديو ده 50 لايك على الاقل او نكسر زرار اللايك دوت، لان قله التفاعل بتاعتك بتقتل المحتوى التعليمي وكمان بتخليه يوصل في صفحات متاخره. بالتالي اتمنى ان انت تدعمني تحت بلايك. كمان ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والسلام امان.